العملية عليت قوي. هقول لك ليه دلوقتي. أبو تريكة طبعا بعت لك على تويتر بيقول لك، هو بعت لي أنا بس يعني أنا وأنت واحد. أه طبعا. مساء الخير يا كابتن إسلام، حلقة مميزة مع كابتن وليد سليمان. شكرا يا عم عم البلد زي ما الناس كاتبة. شكرا يا كابتن أبو تريكة. بيقول لك إيه بقى، زي أسست الكعب بتاع نادي الزمالك وعاوزين الدوري وبطولة أفريقيا إن شاء الله. ايه موضوع اسيست الكعب ده بتاع نادي الزمالك؟ اسيست الكعب عملت اسيست الكابتن ابو تريكه وجاب جول كان حلو جدا. اه لحد النهارده يعني، كان لحد النهارده كان مدربين كتير جدا بيصنفوا ان الجول ده من احسن الاجوال جت في تاريخ الدوري. اه او في تاريخ في مصر يعني، تقريبا كان في افريقيا او في تاريخ يعني. كان جول حلو جدا للكابتن ابو تريكه يعني، في 4-2 في الجونه. في الجونه مصنف. لو تقدروا يا جماعه تجيبوا لنا الهدف ده يعني. ابو تريكة وحشنا طبعا. التاريخ وحشنا طبعا. التاريخ وحشنا. بعيدا عن اي شيء، ولكن يعني عمرنا ما، انا واحد من الناس يعني اتعاملت معاه سنوات طويله جدا وبحبه جدا، وكل الناس تقريبا بتحب محمد ابو تريكة. انا بس معلش هقرا والله يا جماعه كل الحاجه بتاعت اللي على تويتر.